أيها المؤمنون، الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فعليكم بالاجتهاد فيما تبقى من الشهر، واحرصوا ألا تخرجوا من رمضان إلا مغفورًا لكم، لا تخرجوا منه إلا وقد أُعتِقَت رقابُكم، ولتكن هذه النسمات الروحانية زادًا ومُعينًا لنا على صدق الانتماء لديننا وأوطاننا، وبدايةً لعهدٍ جديد في ظل ما تمرُّ به أمتنا من محنٍ وشدائد. لقد جاءنا رمضان هذا العام في ظروفٍ استثنائيةٍ فريدة لم يسبق لها مثيلٌ في التأريخ المعاصر، وصدق ربنا سبحانه: سنُريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقد جابت جائحة كورونا آفاق الدنيا، فلم تترك بلدًا إلا دخلت، ولا قطورًا إلا دهمت. وإن المؤمن الحق من يكون إيمانه درعًا واقيًا له عند تعرُّضه للأزمات، ومن تكون عقيدته بربه وقضائه وقدره وحسن ظنه بمولاه وصدق توكله عليه حصنًا حصينًا عندما تحلُّ به الابتلاءات وتشتدُّ عليه الكُربات. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابٍ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أيها المسلمون، إن المؤمن دائم الاستبشار والتفاؤل بقضاء الله وقدره، فالابتلاء لا يخلو من حكم عظيمة ومنح جسيمة، منها تكفير الخطايا والسيئات ورفع الدرجات والفوز برضا رب البريات. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري. فبالتفاؤل والأمل تتدفق روح العزيمة، وتتألق نسمات النبوغ، وتتأنق بواعث التحدي والثقة. وهذه القوة الأخاذة والقوة النورانية هي من أعبق أزاهير الشريعة الربانية والسيرة المحمدية لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم.